فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به أمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه التقرب إلى الله تعالى، نعم، فضله، طريقه، مراتبه. نعم، نبدأ في هذا الكتاب. ختمنا البارحة كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، وقد قرأناه غير مرة في هذا المسجد لله الحمد، نسأل الله تعالى القبول. ونبدأ اليوم بهذا الكتاب العظيم، وكل كتب سيدي الإمام العظيم الشيخ عبد الله سراج الدين كلها عظيمة، فإنها تقرأ وتقرأ أيها الأحباب في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات وفي المجالس، ففيها خير عظيم. كتب وضع لها القبول أيها الأحباب، كتب عظيمة وضع لها القبول، عبارات كل عبارة معها روح أيها الأحباب، معها روح، ولكن أنت حضر قلبك لهذا. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك.